طبيعي لما يقل الطلب ويزيد العرض المنتج هينزل المنتج هينزل بسعره، هينزل بسعره مفيش كلام. لكن هي بس تكلفته كانت عالية. القضية فين؟ القضية دلوقتي ان المنتج تكلفته عالية نتيجة للي حصل. فاحنا بنقول في الوقت الراهن طبيعي مش هيقدر ينزل اقل من التكلفة، لو نزل اقل من التكلفة هيبقى هيقفل وهيمشي، وده احنا اللي كنا احنا وده اللي احنا كنا بنقوله كوجهة نظر اقتصادية. يا بالنسبة للمجموعة الاقتصادية ال 2% اللي زادوا في الآخر ما كانش يجب ان هم يزيدوا دلوقتي في ضوء حزمة الإجراءات، رفع الدعم وزيادة سعر الطاقة وتحريك، كل دي معوقات كبيرة موجودة على المنتجين. احنا عايزين يعني نساعد المنتجين في ان هم يطلعوا سلع دلوقتي في الوقت الراهن ده لأن الظروف غير عادية.